ماما يعني عايزاني دايما افضل متواضعه، غير كده ما بتقوليش اي حاجه تانية لها علاقه بالشغل، ما بنتكلمش في الشغل. لا ما بنتكلمش في الحاجات دي خالص. ممكن اقول لها بعد ما خدت عمل، ممكن مره يكون جالي حاجه ومش عارفه لو اخدها ولا لا، فاخد رايها، بس مش زي ما الناس فاكره يعني. شكرا. ردي للموضوع ده ان انا متفهمه ان الناس ممكن تكون شايفه كده، متفهمه جدا، وده مش حقيقي، ولكن انا ليا يعني اسمها ايه، ليا دوتي ان انا اثبت ان حتى لو مع ان ده مش حقيقي، حتى لو انا داخله بالواسطه مع ان ده مش حقيقي وتحتها مليون الف خط، احاول اثبت نفسي وعشان الناس تقول البنت دي تستحق. بس انا بجد يعني عملت حاجات كتير قوي من غير ما الناس تعرف انا اهلي مين، عملت حاجات كتير قوي من غير ما يكون لي علاقه بالفن اصلا، فالحمد لله يعني. متفهمة، ممكن ما اقولش ان عندهم حق، ممكن اقول ان انا متفهمة. وكمان انا بشوف انه انا ابتديت اصلا سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا دي ما فيهاش وسايط بالظبط، ومحدش كان يعرف انا بنت مين ولا بعمل ايه. ولحد من قريب انا ما كنتش بقول اي حاجه، من قريب قوي ابتديت ان انا احط مع عيلتي، لاني حسيت انا كنت مش بكون عايزه، لاني كنتش عايزه الناس اللي هو تفضل تتكلم وكده، بس حسيت اللي هو خلاص اعمل ايه، عيلتي عايزه احط مع امي صوره، عايزه احط مع خالي صوره، ما زي اي حد. وبعدين حسيت اللي هو لازم اشيل الموضوع ده من دماغي والا هتعب، لان كان بيجي لي حاجات ممكن تكون فيها عيلتي كنت برفضها بس علشان فيها عيلتي وكده، انا باذي نفسي، فشلت دماغي، شلت. مش مهم. Actually انا بدعبس كده في كام حاجه، بكتب. لا بكتب مسلسلات بقى، افلام. انا بدعبس اي حاجه فيها فن، تمثيل، رأس، حاجات كتير ما ينفعش اقولها لسه. انا بحب الفن واي حاجه فيها كرياتيفيتي، حتى لو كانت في الرياضه انا بحب اعملها. انا عايشه عشان نفسي، انا مش عايشه عشان حد. اعمل حساب اهلي، واعمل حساب مورلز وفاليوز عندي، بس غير كده انا مش عايشه عشان ارضي حد غير نفسي. على حسب الدور، على حسب الدور، كل حاجة على حسب الدور مكتوب ازاي وفي انهي سياق وليه، وهل بيفيد حاجة في القصة ولا لا. يعني انا ممثلة فلازم افكر في كل حاجة بتجيلي، وما اقولش لا على طول، واقرأ واكرر. لا انا اهم حاجه النص بالنسبه لي، اول حاجه ببص عليها النص، لو الورق مكتوب حلو. لو انا هقول لكم حاجه، لو انا بشتغل بالواسطه كان زماني في حته تانية خالص. بس خلاص كان زماني بقى على عمرو اديب وبعمل ايه وبروح فين وعلى كفرات ايه. لا انا واخده وقتي تماما، سايبه الناس هي اللي تكلمني، سايبه الموضوع ياخد مجراه. انا بني ادمه patient قوي، صبوره جدا، عارفه ربنا كاتب لي اللي ربنا كاتبه لي هو اللي هيتعمل في الاخر، فانا بعيش كده بس. فلو اي حد قال واسطه بجد، لو واسطه كان زماني في حته تانية خالص. ودرست ده يعني، انا كمان درست 4 سنين ورش تمثيل لحد ما قلت يا هادي، فخلاص يعني حتى لو واسطه يعني ده مش حقيقي، انا عامله اللي عليا وخلاص بقى. في مسلسل ان شاء الله، مش عارفه لا ينفع اقوله، وعمال اقوله وحاسه ان هيكلموني يهزوني. مسلسل منصه ان شاء الله هينزل قريب. اسماء جلال بحبها قوي. لا ما هي ما شاء الله في 6 دلوقتي، فانتوا العبوا شوفوا انا في انهي واحد فيهم.